ما تقول يا ابن حنبل في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أفيكون محدثا إن لم يكن مخلوقا؟ أخطأت أيها الرجل، إنما قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، إنما هو ما يحدث الله عند المؤمنين من العلم ما لم يسمعوه، ولم يأتهم به كتاب قبله ولا جاءهم به رسول. ألم تسمع إلى قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق؟ فعلم نزول القرآن محدث عندنا وغير محدث عند ربنا. وما تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما خلق الله عز وجل من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، أفيكون هاهنا خطأ أيضا؟ أولا، هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثانيا، اقرأ الأثر جيدا، فقد وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض ولم يقع على القرآن، أليس كذلك؟ والله يا مولاي إنه صاحب بدعة ضالة. يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. لكن الأمور لا تستقيم بالقرآن والسنة فقط، يجب علينا أن نحتكم إلى صوت العقل. عجيب أمرك، وهل يقوم الإسلام إلا بالقرآن والسنة؟ وهل نأخذ الدين والعقيدة إلا من القرآن والسنة؟ ماذا تنتظرون؟ كلموه، ناظروه. اللهم انصر عبدك أحمد بن حنبل ونجه من أهل البدع والضلال. اللهم أخذ على قلب عبدك بن حنبل كي لا يخذل المسلمين كما خذلناهم من قبل. اللهم خفف عن أبي محنته وارحم ضعفه في شهر رمضان يا رب. اللهم كما نصرت عبدك محمدا ومن معه في رمضان، انصر عبدك ابن حنبل على القوم الظالمين يا رب. فداك نفسي يا أبا عبد الله، لقد أنهكوا جسدك وأنت صائم. لن ينالوا مني إلا ما قضى الله. سأخبر أهلك أنك بخير. لا علمت خيرا يا شفيع، جزاك الله خيرا. سأمر الحرس أن يأتوا لك بطعام.